اشتريت في صناعة عرس، مطعم، زينة كنيسة، سيارة عروس، كل شيء كنا مجهزين، كل شيء كل شيء. لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب. قبل بأربعة أيام كنت أنا بدي أتجوز نهار أحد، تعرفت على الشاب اللي هلأ تجوزته نهار أربعة، خطفني نهار الجمعة، وكان عرسنا نهار الاثنين. هذا باختصار؟ ايه يعني خمسة أيام غيروا كل حياتك. صح، كان عرسك نهار الأحد عم بتقولي، كنا عم نحكي بعرس في نعم إكليل وكنيسة، كان في تحضيرات في صناعة عرس، مطعم، زينة كنيسة، سيارة عروس، كل شيء كنا مجهزين، كل شيء كل شيء، ومعازيم ودعوات وكروتي وكل شيء. وعرسك نهار الثاني كان نهار الأحد. نعم، تعرفت على جوزي بالصدفة، يعني خيي بيشتغل حدون وعزموا لعنا، وأنا كنت عم ضب جهازي وشفته وجيت على البيت، يعني أنا ما بعرفه أساساً، وأنا ما كنت بالبيت يعني وقت خيي تغدى هو وياه وهيك. جيت وتعرفنا، والماما ما قبلت إلا أنه ما يقعد، يعني يرجع يسهر عنا، لأنه أهلي ما كانوا بالبيت، كان هو وخيي بس. وجينا عشية قعدنا صرنا وكل شيء، وخيي ما قبل خليه عنا، يعني نام عنا. تاني يوم نهار الخميس أمنا حضرنا ترويقة وكل شيء، يعني وأنت العروس بشو مشغولة؟ بالتحضيرات تبع عرسي أنا. بقى هو أنه تعرف على الشاب اللي كنت أنا أحكي معه، وعزمنا أنه يخدنا يجزرنا، رحنا على بشرة وعلى الأرز وشمينا الهواء وقضينا نهار كتير حلو. وعشية طلب منه الشاب اللي بده يتجوزني أنه يوصلني على التاكسي وهيك، قال له لا ما بقبل أنا بوصلها على البيت، وهيك صار طلع لعنا وصرنا نحكي على الطريق، وصار كلمة جابت كلمة. ايه صح، وحديث جاب حديث. ايه حديث جار حديث. صح، ونصحني انه بشيء حلوة يعني، وبنفس الوقت كمان كان عم بيقول لي انه شو بدك انك تسافري وهيك، يعني مثل ما بيقولوا بيكسرها وبيجبرها. ايه ورحنا وخلصنا، رجعنا نهار الجمعة، كانت اختي وصهري معي على أساس رايحين يقصدروني إنه قبل العرس، قبل عرسي يعني. وفي وقت يعني تنروح نسهر، أما قلنا بدي أخذكم عند أختي أعرفكم عليها، وبنشرب قهوة ومنفل. أخذني عند أختي. وين كل وقت؟ العريس وين؟ مشغول بالعرس؟ لا أنا ما عاد شفته، هو كمان مشغول بالتحضيرات وأنا كمان، وأهلي أختي وصهري أخذيني قصدروني على أساس، بس المختصر إنه أخذني لعند أختي وعرفني عليها. وكان قايل لهم في بنت بتعجبني وهيك، بس مش على اساس لا انا بدي اياه ولا هو بده اياني. اخذنا عند اخته تعرفنا عليها، بس اول ما فات لعندهم قال لهم خطفت عروس. هو عم يمزح يعني، ما عم بقول لك هو ما قال لي شيء ولا انا قلت له شيء، بس لما سمعتي قال خطفت عروس شو قلتي؟ ما استوعبت الفكره انه هو، لانه شكله بيمزح كثير، هو كتير بيمزح. بالمقابل علاقتك مع اللي مفروض كان يكون جوزك كيف كانت؟ يعني كنت مقتنعة؟ كان حب عقل؟ كان حب كان حب القلب؟ أنا رفيقتي متجوزة قرابته، وهو إجا من أستراليا وقال لهم أنه بدي عروس، قالت له في رفيقتي أنه بعرفك عليها، وهيك صار وعرفونا على بعض. وبتعرف اللي بيبقى جاي من أستراليا أنه بده يتجوز وخلاص، أنه يسافر بيبقى عنده مثلاً وقت معين. وتعرفنا وضبينا جهاز وجاب لي ذهب وحكينا وحضرنا تحضيرات العرس، وبقى اجى العريس الثاني. الجمعة قال لأخته خطفت العروس، وبعدين شو صار؟ وقت اللي قال لهم انه انا خطفت عروس هن كثير انبسطوا، اخذوني اولاد اخته لعندهم، قعدت انا وياهم بالمطبخ وصرنا نتساير. راحوا قالوا له خالو خالو حبيناها كثير، خلص ما بقى في ترد على البيت. أنا هون يعني مثل الواحد مبنج أو مصدوم، إنه شغلة إنه أنا بدي أتجوز الأحد وهلأ جايبيني خطيفة، ما استوعبت الفكرة. طلعوني من عند أخته لعند أهله عند نمورة وتركوني هونيك، وهيك صار. ودقيت لأهلي وقلت لهم أنا رحت خطيفة مع ناجي، ودقوا له للعريس وقولوا له إنه أنا ما بقى بدي إياه، وهيك صار. استقبلوا معي هالعريس اللي غير حياتك وحياته بخمسة أيام، استقبلوا معي ناجي دكاش.
ما بدها سؤال ليش غيرت رأيها؟ ناجي قلت لها قوم عنها من هيدي بعد كم سنة زواج؟ 20 بعد 20 سنة زواج 10 بصيروا 20 20 سنة زواج 10 وبعدك بتبوسها وبتهتم فيها من ضفر اجرها لفوق لا شعر راسها خليكم لبعض لأنه عندي بنت بتمنى بكره بنتها هيك اعملها جوزة ان شاء الله ناجي لما رحت عند اختك قلت لهم خطفت العروس كنت عم بتكب مسحة كنت عم بتجس نبض طبيعي انه في اشياء صارت طلعت الفت نظر لو تعرفت عليكم قبل خيك قال له 3-4 أشهر بيعزمني لعندكم يا ريت جيت معه قبل صارت هالاشياء وكذا واهتم فيها انا بالمشوار هي كانت كثير بنت حلوه بعد الحمد لله نشكر الله هيك شايفها انا عم بيتغزل فيك صار ردي له اياهم ايه الحمد لله هاي مشكلتي معها بس الصمت ناجي اي نقاط ضعف يعني وجدت عند جمانة وجدت بعلاقتها السابقه ولعبت على هالنقاط الضعف كرمال تقدر نقاط تربح الضعف نقاط الضعف الشخص اللي كان بده اياها ولد عمره 23 سنه انا كنت ب 30 سنه وباستراليا اكيد وضعه بيكون منيح عنده دوله حميته اعطيته ضمانات لحياته كله ولعائلته اذا بالمستقبل في مشكله الاهمال المراه بدها اهتمام كان مهمل مثلا برمنا هالبرمي كلها سوا قلت لك اياها رحنا على صغار تاع اهدنا وصلنا على حصرون اخر شيء الا عند قديس على 6:30 بالبطرون قد كفينا على البطرون وصلنا تحت قال لي وصلها على موقف تاكسي قلت له انا مش معقول يا عم معقول اتركها بتسمح وصلها انا بقى ما قبلت انا قال اوكي مثل ما بدك وصلتها على البيت على الطريق صار الحديث مثل ما خبرتك انه خيك له 4-5 أشهر بيعزمني يا ريت جيت قبل كنت تعرفت عليك وكثير محترمه انت وحلوه وعقولي يا ريت جيت قبل كنت خليتك هون الله وخليتها هون الله غضب علي واخترتني جمانة الصراع بين عروس رح تصير عروس بعد ايام ودخل على الخط رجل تاني كيف عشتي هالصراع ولا ما لحقت تعيشيه معك حق ما لحقت عيشه لانه انا اول شيء كنت ولد عمري 19 سنه ما كان في نضوج كامل مثل هلا بس صار في اعجاب مشان هيك اخترت انه هالشريك يعني من فتاة رضخت للعادات والتقاليد تجوزت زواج نوعا ما مدبر زواج تقليدي من نهار للتاني تمردت وهربت مع اللي حبته بخمس ايام مثل ما بقولوا العروس بالاكليل ما بتعرف لمين بتصير وانا هيك صار معي يعني بس انه بقول كتر خير الله يعني كنت يعني اخترت شريك حياتي عشنا ربينا عائلة مرقنا بظروف حلوة وبظروف بشعة بس ضلينا مستمرين بالحياة رح أحكي عن كل مرحلة بعد الزواج بعد شوي لكن بلحظتها مين لغى المعازيم والعرس وال أختي اللي كانت معي تلفنت لأهلي وقلت لهم ودقوا للعريس وقالوا له أنه خلص ما في نصيب لأنه القصة 1-2-3 وهيك صار هيك بهالبساطة قالوا له ما في بره أصلاً هو ما تقبل الموضوع طلع عن بيت عمي عند أهله لناجي إجا واستقبلته طلعوا لعندهم وطلبوا إنه مصاري والذهب اللي كانوا جايبين لي إياهن وعملوا لهم إنه بيت عمي مثل ما بدهم وفل بكل بساطة يعني